الأصل الأول من الأصول الثلاثة والسؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك من ربك؟ أسأل ككوبات أما السؤال ككوبات أو قبرك الوجود ديني وحوية ربك وايو تقول ربي الله وحد كل جوابي سأل ربك وإلهي الذي رباني أي الذي خلقني ورزقني إلهي أبوري أو أرزاقي نعم فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق لابد أن يعبد هدي إلهي ويهي كينا أبوري أو نأرزقي وحواجب إنا أسرع عبدنا الخلق والرزق هذا ما يقوم به البدن ما يقوم به الظاهر هذه تربية وهناك تربية أعلى من هذه التربية يقوم بها الباطن إنزال الكتب وإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تربيته أما الربوبيته وحي كان يسأل بقى الرموت أو أه أرنك أنه قني سيقفك تشركيس أو أه قفك إلا أرزقه لأبوري إيو أرنك لا تو أه إلهي إنه أصو دري بن آدم كي الرسول أصو دري كتب أصو دري أي سي أي جدك سحلا وهنونا فالله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك إلهي سبحانه وتعالى مرة مرة لك من نغضو إن عدل الوذاتيو من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر مخلد خلود أبدي في النار إلا أن يتوب قفكي شيء هبير هذه عبادة كم ذا إلهي عدك للو ذاتية قف كاسي وقف مشركة أو قال نارتنا أيو كوارهيا إلا إنك توبت كينا ماهن الواجب علينا الآن أن نخاف على أنفسنا من الشرك ونخاف ونحذر غيرنا من الشرك واجب كنا سارا وحوية إن كعب سنة الشرك كعب سنة ضدك كل غير كنا ودقنا أما الحكم على الأشخاص فلان كافر فلان مبتدع هذا ليس لنا هذا لكبار العلماء للقضاء الشرعيين والله أعلم أما ضدك إن كحك منه قال لما كحك منه أما فسق كحك منه أما ابتداع كحك منه أرنتاس أننا نومتها العلماء ووين يقضاء ضدك ووين بأتالا والله أعلم